السلام عليكم ومرحبا بكم، وياكم الدكتور عمر القيسي، واليوم موضوعنا كورونا فيروس. طبعا هذا الموضوع انتشر في الآونة الأخيرة، ويعني بالسوشيال ميديا صار هواية عليه الاهتمام. فشنو هذا كورونا فيروس؟ طب هو هل كورونا فيروس لو كورونا فيريديا، يعني هل هو فيروس ولا مجموعة فيروسات؟ وراح يكتب صدق 65% من مليون من البشرية، ولا هذا أمور تهويل صارت بالإعلام؟ ونشوف شنو الوضع بالنسبة لهذا الفيروس. طبعا هنا شوي لازم نبتعد عن التهويل ونكون موضوعيين بالطرح، فحبيت من جانب علمي أبين لكم شنو هذا الفيروس، شلون ينتقل، كيف يدخل خلايا جسمك، شنو ممكن تصير أدوية على هذا الفيروس، هل ممكن يصير عنده لقاح، هل هو قاتل بهذا الشكل؟ إيش قد نسب الوفيات إلى؟ هل هو بهذا الشكل الخطير جدا؟ هل هو فيروس لعد نهمله عادي ماكو أي مشكلة به؟ يعني حتى نعرف حقائق وأمور تابع الفيديو للأخير، روح سوي لك قهوة أو سوي لك استكان شاي، تعالي للفيديو تابع للأخير حتى تفهم شنو كورونا فيروس. طيب قبل ما راح نبدأ نشرح الفيروس، خلي شوي نلعب بسيطة نشكل هذا الفيروس. طبعا سويت لكم نموذج ورقي إلى. طيب هذا مجسم البدائي للكورونا فيروس. هذا الكورونا فيروس يحتوي على انفلوب، غطاء خارجي يحيط باللون الاحمر، فراح نخلي اول شيء الانفلوب او الغطاء الخارجي، نخلي لكم اياه الانفلوب. شوفوا حلو. طيب هسه هذا الانفلوب او الغطاء الخارجي اللي باللون الاحمر، زين شنو بعد موجود على هذا الفيروس؟ هذه يمثلنا هذا الشريط الملتف يمثل لنا جزيء الار ان اي اللي موجود داخل هذا الانفلوب او الغطاء. هذا الغطاء عباره عن غطاء يحتوي داخله على الماده الوراثيه اللي مشفر على شكل ار ان اي ملتف ويا ان بروتين. تمام، هذه طبعا البروتينات اللي تخليه يحتفظ على شكل هذا الموجود اللي هو ملتف هيليكس. تمام، على كل ما راح ادخل بتفاصيل اكثر. فهذا طيب هذا الشريط هو شريط احادي. طبعا شنو هذا الشريط احادي؟ افهمكم اياه. احنا نعرف الدي ان اي من خلال يعني يشفر لك المعلومات الوراثيه من خلال القواعد النيتروجينيه وغيرها، ومن الدي ان اي ينسخ الار ان اي. تمام، وهذا الار ان اي راح يحتوي على صوره من الشفرة الوراثية. تمام، هذا كلكم تعرفوها، معلومة بسيطة. فهذا الفيروس ما يحتوي على دي ان اي، فقط يحتوي على ار ان اي يمثل الشفرة الوراثية، وهذا الار ان اي عبارة عن شريط واحد سنجل ستراندد. ليش؟ لانه في عندنا فيروسات ثانية تحتوي على دي ان اي وتكون دبل ستراندد. طبعا في بعض الفيروسات تحتوي على ار ان اي يكون دبل ستراندد. شو يعني دبل ستراندد؟ يعني ثنائي الشريط. خلينا نفهم هذا الشيء بشكل سريع، وهاي المعلومة بشنو تفيدك هسه تفهم شنو القصد منه. إذا عندك شريط واحد من المادة الوراثية يعني مشفرة بشكل شريط واحد، هذا يسمى شريط واحد single stranded. تمام، طيب إذا كان اثنين مع بعض ملتفين بهذا الشكل اللي تعرفوه للـ DNA فهذا يسمى double stranded. هذا الحالة، فهذا الفيروس من نوع الـ RNA single stranded، يعني فقط شريط واحد. هسه راح تقول لي يا دكتور عمر هسه ايش راح اسوي بهاي المعلومة بحياتي؟ أنت يعني راح تفيدك أول شيء كمعلومة، ثاني شيء تفهم شغلة معينة. لو عندك شريطين، سؤالي لك، لو عندك الآن شريطين مثل هذه، فالمادة الوراثية هذه عبارة عن صورة للمادة الوراثية المقابلة. لنفرض صارت طفرة وراثية، هذا الجزيء البرتقالي، تمام، في جزء من عنده mutation، فصعب إنه هاي الطفرة أيضا تروح للجزء الثاني، فيعني تحتاج أنت طفرة بشكل أكبر حتى تقدر تأثر على الجزئين. لكن لو كان عندك شريط واحد، تخيل لو عندك شريط واحد ياهو الأسئلة تصير بيه طفرة وتأثر بشكل فعلي، ما عندك شيء مقابل يعاكسها، وما عندك شيء مقابل بشفرة يصححها، ما عندك غير شريط واحد، فياهو الأسرع يصير بيه طفرة طبعا الشريط الواحد من الـ RNA. ولذلك هذا الفيروس من single stranded RNA سهل يصير بيه طفرات، وأغلب الفيروسات من الـ RNA تحتوي على شريط واحد، ولذلك أكثر يصير بيها طفرات وبالتالي تتغير. طبعا لما تصير طفرة، الطفرة مو دائما معناها أنه هذا الشيء راح يخلي الفيروس يصير أقوى، ممكن بالعكس يصير أضعف، وانت شو صالحنا. لكن في بعض الحالات الطفرات تؤدي لتغير في مستقبلات بالفيروس أو بطريقة انتقال الفيروس أو بنوع الخلايا اللي يستجيب لها، وبعد مو إلا تصير طفرات عشوائية، إلها قصة ثانية ما راح أدخلها بهذا الفيديو. هذه الطفرات
راح تخلي الفيروس يكون اقوى، وبالتالي يصير عندنا اوت بريك، ينتشر المرض، يصير عندنا انتشار مرضي ممكن. طبعا يصير عندنا في فيروسات كثيره، ومنها مجموعه الكورونا فيروس او الكورونا فيريديا، اللي هي مجموعه وليست فيروس واحد، تمام؟ فحتى نعرفها. طيب هسه هذا الصور افتهمتوا شنو معنى سنجل ستراند شنو دبل ستراند. خلينا نجيب الدي ان اي الخاص بالفيروس ونخليه اسف الار ان اي وليس الدي ان اي. فخلينا الدي ان اي الان بالفيروس، وقلنا هو سنجل ستراندد ار ان اي، اسف مو دي ان اي، ار ان اي. فهذا الماده الوراثيه. طيب هذا الفيروس الان هو احتوى على الماده الوراثيه، وهذه اهم شيء بالفيروس، هي عباره عن حياه الفيروس كلها موجوده هنا في هذه الماده الوراثيه. الفيروسات تعتبر جزيئات يعني وسطيه بين الحيه واللا حيه، هي ما تعتبر جزيئات حيه بمعنى انها ما تسوي، ما عندها عضيات، فبالتالي ما تقدر تنتج لك بروتين او تنتج شيء، هي عباره عن متطفله فقط، جسيمات متطفله على الكائن الحي. طيب هسه حتى هذا الفيروس يدخل ويحقن الماده الوراثيه داخل خلايا من خلايا جسمك، محتاج يلتصق بسطحها، فمحتاج على سطحها أكو مستقبلات تخليه يلتصق، أو بروتينات بالأحرى تخليه يلتصق على سطح خلاياك ويتفاعل ويا مستقبلات موجودة على الخلايا حتى يقدر يدخلها. زين نجي نضيف هذه المستقبلات. طيب هذا الآن باللون الأخضر هي اسمها سبايك جلايكوبروتينز. سبايك يعني بروتين سكري شائب، سبايك جلايكوبروتين. طبعا في كثير من بروتينات بجسمنا هي عبارة عن جزيئات معقدة من بروتين وسكر، فهذه الريسبترات أو مستقبلات الموجودة على سطحها اسمها المستقبلات البروتينية السكرية الشائكة، سبايك جلايكوبروتين. هذه مهمة جدا بالنسبة للفيروس، طبعا راح تفيدنا في فهم بعض الأشياء اللي راح أضيفها من ناحية الدواء. هذه تسمح له أنه يدخل إلى داخل جسمك، واضح؟ إضافة إلى هذا الفيروس يحتوي على بروتينات ثانية أيضا تسمح له، أو أنزيمات إن صح التعبير ثانية تسمح له بالدخول، راح أرمزلها باللون هذا اللون البرتقالي حتى نفهم من عدها أيضا. فهذه المستقبلات الثانية إضافة اللي هي الهيموغلوتينين استريز، تمام؟ هذه الهيموغلوتينين استريز، هذا طبعا هو عبارة عن أنزيم أيضا، واضح؟ بروتيني. هذا يساعد أيضا في الالتصاق في مستقبل معين موجود على سطح الخلايا مع هذا المستقبل الثاني، وبالتالي يسمح لهذا الفيروس أنه يحقن المادة الوراثية داخل الخلية المستهدفة. وهسه راح أفهمكم شلون هذا الفيروس يسوي هاي العملية، بس خلي أشيل هذا الآن اللي موضوع قدامكم حتى نبين العملية الثانية كيف دخوله للخلايا، وراح نكمل الشرح لهذا الفيديو. طيب الآن راح نكمل ونشرح. طبعا رسمت لكم خلية بشكل مبسط، هذه الخلية تمثل لك غشاء من خلايا جسمك، ما راح أرسم الخلية بالكامل، فقط الغشاء من خلية من خلايا جسمك. الغشاء مثل ما نعرف متكون من طبقتين من الفسفور والدهون، فوسفوليبيد باي لاير، فهذا غشاء من أغشية خلايا جسمك. فكيف راح يخترق هذا الفيروس؟ على غشاء أو على أغشية جسمك أكو مستقبل، هذا المستقبل اسمه N-acetyl neuro aminic acid receptor، مستقبل الـ N-acetyl neuro amine، تمام؟ هذا المستقبل ويا مستقبل فرعي أيضا إضافي، تمام؟ هذا المستقبل الفرعي الإضافي ممكن يرتبط ويا الهيموغلوتينين استريز ايضا ريسبتر الموجود بالفيروس. فبهذا الشكل راح يصير عندنا معقد، هذا المعقد راح يسمح للفيروس انه يرتبط بخلية جسمك، وبالتالي راح يسوي مثل ثغرة. طبعا احنا ما ندري بالطريقة الصحيحة وما ندري الطريقة الفعلية اللي كيف ورا بعد الارتباط هذا دا يدخل هذا الـ RNA للفيروس، كيف دا يحقنا، هل مباشرة راح يلتحم غشاء الفيروس مع غشاء خلية جسمك، او مباشرة ممكن يسوي ثغرة ويدخل من عنده. على كل نحن هذا ما نعرفه لحد الان، لكن بطريقة او باخرى بعد الارتباط هذا دا يقدر الفيروس انه يحقن الـ RNA الخاص بداخل الخلية. هذا الـ RNA الآن الـ single stranded راح أمثلكم إياه الآن، راح يتحرر من بروتين N، راح يكون RNA طايف في السيتوبلازم لخلايا جسمك. طيب السيتوبلازم هذا يحتوي على الرايبوسومات، تمام؟ يحتوي على رايبوسوم. الرايبوسوم يحتاج جزيئ RNA حتى يشتغل منسوخ من جزيئ DNA. هنا الفيروس ما يحتاج يروح للنواة
ويعمل لك عملية نسخ هو مباشرة RNA وسنجل ستريندد مباشرة يقدر يروح إلى الرايبوسوم، وهذا الرايبوسوم راح يبدأ يصنع بروتينات موجودة مشفرة للفيروس داخل خلية جسمك، راح يبدأ يصنع بروتينات لهذا الفيروس داخل خلايا جسمك، وبالتالي راح يكون لك بروتين مهم يشتغل لك كأنزيم أو كعامل مساعد اسمه RNA كورونا فيروس بوليمرايز. هذا البوليمرايز، هذا البروتين البوليمرايز، هذا قادر انه يشكل لك RNA جديد للفيروس، بالتالي يعمل ريبليكيشن، يعمل عمليه نسخ للماده الوراثيه الخاصه بالفيروس، لان هو بالنهايه الفيروس عباره عن ماده وراثيه تنتقل. فهنا الار ان اي الاصلي راح يروح الى هذا البوليمرايز اللي صنعناه من الرايبوسوم داخل الخليه، تمام؟ فهذا الرايبوسوم صنع لك البوليمرايز، هذا الانزيم البوليمرايز الخاص بإنتاج الـ RNA بالفيروس، وبالتالي الآن هذا البوليمرايز راح يبدأ يقرأ المادة الوراثية ويسوي لك صورة مقابلة منها. فهذا RNA جديد الآن للفيروس، تمام؟ يمكن مظاهر عندكم في الصورة، تمام؟ فخل أرفعها شوية. فهذا البوليمرايز راح ينتج لنا RNA جديد عبارة عن صورة مقابلة من هذا الـ RNA الأصلي، وبالتالي طبعا راح يعمل نسخ كثيرة، مو واحدة، آلاف النسخ من هذا الـ RNA الموجود، وبالتالي صار عندنا مادة وراثية جاهزة الآن لتكوين فيروس جديد. طبعا هذا الرايبوسوم أيضا راح يكون لك بروتينات ثانية، هي بروتينات N بروتين اللي قلنا ذكرناها في البداية، وبالتالي راح ترجع هذه الـ N بروتين ترتبط مع الـ RNA الجديد اللي صار عندك هنا، صار عندك RNA جديد راح ترجع ترتبط معاها، وبالتالي تشكل لك نفس المجسم اللي شوفتك إياه في البداية. فراح يجي هذا المجسم يجي يوقف عند الاندوبلازميك ريتيكيوم أو الشبكة البلازمية الداخلية الموجودة في خلية جسمك، وطبعا بعدها أيضا الجسم هذا راح يبدأ ينتج لك هذه المستقبلات، طبعا الرايبوسوم راح ينتج لك المستقبلات الخاصة بالفيروس، تمام، اللي احنا نحتاجها، وراح ينتج لك الانفلوب وغيره، وبالتالي راح يرجع بالاخير يتشكل لك فيروس جديد، ومن خلال جهاز جولوجي اللي موجود بجسمك اللي مسؤول عن الافراز داخل الخلايا راح يبدا هذا الفيروس يجمع نفسه ويخرج الى الخارج من خلال جهاز جولوجي الموجود في جسمك، وبالتالي تمشي دورة حياة الفيروس. اذا لاحظت الفيروس اني مرسم تراح للنواة في الخلية لانه ما يحتاجه مباشرة RNA. طيب هنا ما ملاحظين شيء، هل هو الفيروس اصلا ناوي يقتل الخلية بجسمك؟ لا، الحق هو ما ناوي يقتل الخلية، والشغلة الوحيدة اللي راح يسويها راح يستهلك كافة موارد الخلية لإنتاج نسخ من الفيروس، وبالتالي الخلية إذا ضعفت أو كانت عندها نقص بهذه الموارد راح تموت، كونها من الاستهلاك راح تموت الزايد، لأن هذا الرايبوسوم راح يكون مشغول لإنتاج أشياء خاصة بالفيروس مو أشياء خاصة بخليتك، وبالتالي تؤدي لك إلى موت بهذه الخلايا. فهذا اللي لازم نفهمه بالموضوع حتى نفهم حقيقة هذا المرض. طيب هل معناته هذا الكلام اللي قلته، هل معناته أنه أنت من دون مناعة ضد هذا المرض جهازك المناعي ما يقدر يسوي شيء؟ لا، جهازك المناعي بشكل طبيعي يقدر ينتج مضادات حيوية أنتيبودي تهاجم هذه المستقبلات الموجودة على الفيروس، وبالتالي تمنع التساقه ومؤدي إلى قتله وإزالته من جسمك. فعندها طرق ثانية أيضا إضافية أنه تمنع هذا DNA الخاص بالفيروس أنه يبدأ يتكاثر، فجهازك المناعي قادر على مواجهة الفيروس. تبقى الظروف الصحية لبعض الناس تؤدي لهم إذا عندهم نقص بالمناعة عندهم أمراض ثانية تؤدي لهم لمضاعفات خطيرة، وبالتالي هذا الفيروس جهازك المناعي قادر على إزاحته، لكن كفاءة الجهاز المناعي تختلف من شخص لآخر، فممكن بعض الناس يتعرضون لحالة خطيرة من هذا الفيروس. طيب هل إنتاج لقاح ممكن لهذا الفيروس؟ نعم، حتى ننتج لقاح لازم نفهم يا إما هذه البروتينات الريسبترات هذه نأخذها بطريقة معينة نصنعها نستخلصها من الفيروس دون الفيروس نفسه كامل، فقط هذه البروتينات الموجودة الأنتيجينز نأخذها ونسوي لقاح ميت من هذا الفيروس عبارة عن مواد الموجودة بالفيروس ونحقنها بجسمك، وبالتالي جسم يتعرف عليها ويكون مضادات حيوية عليها، أو نأخذ من مجموعة الكورونا، هسه راح أشرح كم نوع عندنا مهمات من مجموعة الكورونا، هي مجموعة يعني كبيرة ليست مجموعة صغيرة، فيروس مشابه يكون حي، طبعا فيروس حي قادر على إصابتك بالمرض لكن بطريقة أخف من الفيروس الكورونا، أو يتم تصنيع فيروس حي
بطريقة أخف، يعني الكفاءة تبع أو الكفاءة الخاصة به قليلة، وبالتالي ما يقدر يسوي لك المرض، فقط أنه قادر على أنه يولد مناعة ضد المرض دون ما يودي لك إلى مرض، حال الفاكسينات الثانية. فهذا الشيء ممكن وليس مستحيل. طيب هل من الممكن إيجاد علاج؟ نعم، لو وقفنا عمل هذه الريسبترات وبالتالي ما خليناها مستقبلات، ما خليناها ترتبط بالمستقبلات الموجودة في خلاياك، فهذا الفيروس بعد ما راح يقدر يدخل، فانتهت المسألة. لو قدرنا نثبط هذا البوليمرايز، تمام، هذا الأنزيم اللي قادر على نسخ الRNA الخاص بهذا الفيروس، بهذه الحالة راح نكون عالجنا المرض، وبعد الفيروس ما راح يقدر ينتشر ولا ينتقل. لكن حتى يصير هذا الشيء، هذه المسألة تحتاج لأموال هائلة وتحتاج بحث علمي حتى نقدر نتوصل لمواد تقدر ترتبط بهذه المستقبلات أو تقدر تمنع هذا الفيروس، وأيضا نفس الحالة اللقاح. فالمسألة هي مسألة يراد لها صبر، ومسألة يراد لها أيضا يعني خلينا نقول توجه نحو اقتصادي نحوها، بحيث أنه حتى يصير هذا الشيء. لكن هل هو ممكن؟ نعم ممكن، مو مستحيل، وعندنا أمثلة كثيرة لأمراض قدرنا نقدر نستخلص لها علاج أو لقاح. لكن حاليا لحد الآن ماكو علاج 100% فعال ضده ولا أكو لقاح، لكن هذا ممكن يتغير في القريب. وإذا المرض أصلا يعني صارت الأوت بريك قل جدا، ممكن ما يصير كوننا أنه ما تصور الشركات راح ترصد هذه المبالغ الهائلة إذا كان مو بهذه الخطورة. تمام، فهذه حتى بس نفهم المسألة الخاصة بهذا الفيروس. طيب هل معناته أنت جهازك المناعي غير قادر أنه محتاج علاج حتى تنشفي؟ لا، أنت الآن تصاب بإنفلونزا موسمية بشكل دوري كل سنة الآن، وممكن تتعالج من عندها أنت من ذاتك، هي فيروس عالج يعني جسمك عالج نفسه من ذاته، لأن عندك جهاز مناعي قادر على توليد مناعة ضد أمراض كثيرة، وأيضا يعني قضاء عليها. فهذا رتبينه خصوص بهذا الفيروس بس، لكن هذا الشيء ما يمنع أنه ممكن يدي لك إلى أمراض ومضاعفات خطيرة عند بعض الناس اللي هم مهيئين يصابون بهذه الأمراض، أو مرات أشخاص طبيعيين. قلت لكم هذه المسألة ما بها أبيض وأسود، ماكو شخص جهازه معي 100% مثل الشخص الثاني. وأعطيكم مثال أيضا بسيط حتى نستفاد من المعلومة. الآن ربما أنتم تعرفون كلكم مرض الإيدز اللي هو HIV طبعا، فمرض عوز المناعة المكتسب ونقص المناعة المكتسب اللي هو مرض خطير، أتصور كلكم تعرفون بي وسامعين بي. هل تتصور أنه لو انتشر على كل البشرية راح تموت كل البشرية؟ الحقيقة لا، أكو نسبة من البشر عندهم مستقبلات على خلايا المناعية اللي يصيبها هذا المرض اللي هي التيلومفوسايت، تمام؟ هذا المستقبل عندهم بمختلف عن بقية البشر، فهذول أو هؤلاء الناس ما يصابون بهذا الفيروس أصلا، وبالتالي عندهم مناعة ضد هذا الفيروس. فهذه أيضا حتى تفهمون دلالة أنه إحنا مختلفين بجهاز المناعي، فبالتالي مو كل البشر راح يموتون بمرض معين أو فيروس معين. طبعا هذه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن بس حتى تفهمون هذه النقطة، فأتصور وضحت هذه النقطة وكيف الفيروس يدخل إلى خلايا جسمك وشنو الوضع اللي دا يصير وشنو ممكن العلاج واللقاحات اللي تصير.